الكرام، الكلمة تعود لزميل محمد بن بريك المري. إذن شكرا سعيد المالكي. تتواصل مشاهدينا الأعزاء أشواط الصباح وشوطنا الماضي. سلالة كفو يحطم التوقيت الزمني. عديم الفائز بشوطنا الماضي، الشوط الثاني للقعدان الرابع في المجموع يتحطم مع عديم التوقيت الزمني. 6 دقائق و6 إذن تهانينا وناموس لهجن الشحانية وللمضمر مبارك بن محمد بن صرير. ونتواصل مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. إذن مشاهدينا الأعزاء مقدمة الشوط، هذا الشوط خاص باللقايا البكار، والمقدمة مباشرة مع فرس لهجن إنتاج أم الزبار. يضمر فرس عبد الله بن سلامه الهاجر، يتابع فرس في التضمير. ننتقل الى المركز الثاني، ومن تتقدم تصل مغنى. مرحبا بهذا الشعار، شعار الاشواط الرئيسيه، شعار هجن الشحانيه بقياده البرنس جار الله بن عقيل. يتابع مغنى على المركز الثاني اللي تغني على ليلاها من خلال اختطافها لناموس الشوط، وكل يغني على ليلاها يا ابو محمد. المركز الثالث، ومن تتقدم على المركز الثالث من هجن ام الزبار، رقمها محجوب اللي على المركز الثالث. والمركز الثالث تتقدم فيه رياده لهجن ام الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني. المركز الرابع، وصلت في المركز الرابع الشحانيه لهجن ام الزبار مع ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. ننتقل للمركز الخامس، عند من المركز الخامس لمن من هذه الشعارات؟ عند ام الزبار شور تتقدم لهجن الشحانية، يضمنها جابر، رقمها 6، رقمها 6 اسمه لهجن ام الزبار مع حمد بن سالم بن زهرة. حصل دخول من هجن الغرافة، من هجن الغرافة الوارية تتقدم على المركز الخامس لهجن الغرافة مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي، المضمر المدهش، المضمر المدهش. افضل توقيت، افضل توقيت كان مع عديم لهجن ام الزبار بقيادة مبارك بن صرير. ينحدر عديم من سلالة كفو المملوك لهجن ام الزبار وزمول ام الزبار. هذه معلومة للمنتجين الباحثين عن الزمول المنتجة، الباحثين عن الزمول المميزة. توقيته 6 دقائق، ثانيتين 62 جزء من الثاني، هو صاحب افضل توقيت حتى الان، حتى الان. نشكر اخواني حقيقة في مؤسسة ام الزبار على اعطانا سلالات الهجن الفائزة، وذلك تسهيلا وتمكينا للمنتجين لمعرفة الزمول المنتجة. شكرا القائمين على مؤسسة هجن ام الزبار العملاقة. العودة الى مقدمة الشوط، عودة الى المركز الاول، ريادة مع المركز الاول، ريادة مع صدارة الشوط لهجن ام الزبار. ايضا سنتعرف على سلالة الفائزة ان كانت من هجن ام الزبار، ان كانت من هجن ام الزبار ايضا لتتيح للاخوة المنتجين الباحثين عن معرفة السلالات، وسنتعرف بطبيعة الحال. عموما حصل دخول من شعار هجن الغرافة، والشعار الغرفاوي يتدخل بكل قوة في هذا الشوط مع الوارية لهجن الغرافة بقيادة سالم بن عامر المدهوشي المضمر المدهش. يتابع الوارية الجانب الآخر، التسلل أراه من قبل الشحانية لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني. قدم لنا الوارية على المركز الثاني. المركز الثالث تتسلل الريادة لهجن أم الزبار أيضا مع ناصر بن حمد الشهواني. المركز الرابع تتقدم في المركز الرابع، تتقدم ريمية لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل أحمد آل ثاني المضمر مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. يتابع ريمية في التضمير اللي انتقلت، حصل دخول أيضا على ريمية على المركز الرابع. عروق لهجنش، عروق تتقدم او مذيار تتقدم ايضا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد ال احمد الثاني مضمر حمد بن عمارة. العودة الى مقدمة الشوط، لا والله غرفاوي 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 طارت بها الغرافة، طارت بناموس الشوط. اشكرك يا المدهش،
حقيقة المدهش المدهش أدهشنا في هذا السباق المحلي الثاني وفي السباق المحلي الأول من خلال العروض الغرفاوية سلام يا الغرافة سلام. خلاص قفلوها على الغرافة، قفلوا منافسات الشوط وتكهناته وتوقعاته إلى مؤسسة هجن الغرافة العملاقة، إلى داعم الشعار الغرفاوي، إلى مالك الشعار الغرفاوي. تذهب السلامات، تذهب التهاني، تذهب النواميس لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأنجاله الكرام. أشكرك يا المدهش سلام، يا الغرافة سلام، سلام يا جماهير الشعار الغرفاوي سلام. الله غرفاوي 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 اللون هذا الشوط، غرفاوي اللون، غرفاوي لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. نزف التهاني الصباحية على الهواء مباشرة وإلى أنجاله الكرام وإلى مشجعين الغرافة وسلام. يا ألوار يا سلام، تنتزع المركز الأول تهانينا أيضا للمضمة سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني سميسمح لهجن أم الزبار مع حمد بن سالم بن زاهر. المركز الثالث، المركز الثالث العروق لهجن الشحانية مع جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع، المركز الرابع سمارة لهجن المرقاب مع عبد الرحمن بن العرج. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الشحانية لهجن أم الزبار مع ناصر بن حمد الشهواني. هذه النتيجة، والوارية تقدم هذا العرض الممتاز 6 دقائق 10 ثواني 84 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الغرافة ولمالك الشعار وداعمه سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وأنجاله الكرام. التهاني لسالم بن عامر المدهوشي. المركز الثاني وصلت اسمي اسمه، قطعت المسافة في 6 دقائق 12 ثانية 48 جزء من الثانية. تهانينا لهجن أم الزبار. التهاني موصول للمضمر حمد بن سالم بن زهرة. المركز الثالث وصلت فيه عروق، قطعت المسافة في 6 دقائق 13 ثانية 50 جزء من الثانية. التهاني لهجن الشحاني على الفوز بالمركز الثالث كما نفعل.